مع رفع الطاقة الاستيعابية لعدد الجرعات اليومية إلى 31 ألف جرعة يستمر الإقبال المتزايد على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين من قبل المواطنين والمقيمين وكذلك من قبل الفئة العمرية من 12 إلى 17 عاما حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الخميس أكثر من 980 ألف شخص فيما تجاوز عدد من حصلوا على الجرعة الثانية من التطعيم 808 ألاف شخص